او ابيات عشان بس لان لا ممل مني قلت منخش موضوعنا الثاني. بس انا عندي بيتين اقصد في تاريخ اليوم الوطني قديمه في القصيده يقول 1351 تاريخ توحيد البلاد وصلاحها على يدين اللي سلاحه هو الدين ويا حي رجل دين ربي سلاحه عبد العزيز الاسم من بين قوسين اعظم رجل اعظم رجل لا سولفوا عن كفاحه ينبيك عنهم رجحين الموازين عيالها اصحاب السمو والسماحه اللي فنوا ما خلفوا غير ثنتين واللي بقوا ربي يطولهم الى اخر قصيده ماني بحافظها بس يمكن من 9 سنوات او 10 سنوات. الله يرحمه الله يسلمك. انا بس بكسر مودي شوي عشان ما يملون مني. عندكم مشاركه؟ تفضل. اقول لك يكفي.